هل يجوز المرأة أن تذهب للحمام وهي تكتشف العورة؟ أنا قلت لكم يعني المرأة باش تمشي للحمام ولا الرجل يخص يكون هناك شروط. الشرط الأول أن تكون مضطرة للذهاب إلى الحمام، وإلا فإن المرأة لا تضع ثيابها خارج بيت زوجها، وأيما امرأة وضعت ثيابها خلعت ثيابها خارج بيت زوجها لعنتها الملائكة. إذا ما تقلعش كسوتها برا على الدار ولا مضطرة، البرد، ما عندهاش الحمام في الدار، ما عندهاش الحمام في الدار، وراها بغات تغتسل وكذا وما عندهاش. إلا كان عندها تجلس في الدار ديالها، كانت مضطرة تمشي للحمام. ولا ما كانتش مضطرة وبغات تفسح وكذا وكذا يباح لها، لكن بالشروط الأخرين. واسمها الشرط الأخرى هو ستر العورة من الركبة إلى السرة، ما ننسى. والشرط الثاني واسمو هي؟ أن لا تنظر إلى عورات الناس. كاين اللي تكون ما دارش الأخرى. وذاك الدواء خطر. ماشي معنى أنت راكي درتي السترة، الأخرى راهم كاع دايرات السترة. تمايا في الحمام راه الناس ما تعرفش الدين ديالها.